اهلا بحضراتكم مره تانية يا استاذ عبد القادر. يعني واضح انه انت كنت في بعض المعلومات بترصدها، لكن اللي انا عايز اسال عليه الى اي مدى دلوقتي هذه العناصر الهاربه؟ النهارده حزب الله ظهر امام العالم بيقول الاسير المحرر، حماس ظهر عندها عناصر وقالوا عدوا من الانفاق. الناس دي نهايه سعيده يعني كده؟ فيش حاجه ما نقدرش نواجههم، ما نقدرش نطالب يعني هابي اند يعني زي ما انت بتقول؟ شوف فندم، يعني هو انا هقول وجهه نظر سياسيه في المساله فيما يختص بهذه الجزئيه. حماس في هذا الحدث قامت بدور مزدوج، دور بحسبان ان هي جزء من التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين، والدور الثاني مقاول انفار لحساب حزب الله. ليه؟ لان القضيه لما خلصت وانتقلت الى مرحله بقى ما بعد 30/6 في محكمه الجنايات، والاستاذ ياسر يعني افاض في هذا الشان، لم يثبت تورط احد بشكل مباشر من حزب الله، وانما كانت حماس هي اللي بتقوم بالدور لاخلاء سبيل رجال ينتمون اليها، محبوسين عندنا، وجماعه قيادات جماعه الاخوان المسلمين بحسبان ان حماس جزء من هذا التنظيم الدولي. الامر الثاني بقى اللي انا كنت بحاول اشير اليه قبل الفاصل، ان احنا النهارده خالد بيه احنا بنتكلم عن تاريخ مصر، وبالتالي يجب ان ننتبه لامرين في غايه الخطوره والاهميه. ياسر بيه اشار وهو بيتكلم الى الاختراقات. هذه الاختراقات يجب الا تمر مرور الكرام، لانها اسفرت عن بعد شهدائنا في 25 يناير، شبابنا، خيره شباب مصر وخيره ثوار مصر وخيره الناس اللي عايزانا نعيش في جو وفي حياه افضل وفي دوله اعظم واحسن. الناس دي استشهدت ولم يتحقق ما ارادوه لبلدهم حتى الان. انا عايز انطلق من هذه الجزئيه في عيد الشرطه اللي احنا النهارده بنحتفل بيه، ان هناك ايضا ابرارا كثيرين او كثيرون بينتموا لهذا الجهاز العظيم، ايضا اريقت دمائهم واستشهدوا بسبب هذه الاختراقات، وعوقب بعض شهود قضيه وادي النطرون بالاغتيال، الشهيد محمد مبروك وغيره، وادي محمد ابو سريع هو استشهد برضه، المقدم محمد مبروك وغيره، بعض الضباط اللي الناس عشان تعرف انه الحرب لسه طبعاً مستمره طبعا يعني طبعاً. واذا كان الدور اللي لعبته حماس ده في اقتحام السجون لا تزال يعني هذه الادوار تلعب الان مع كتائب بيت المقدس في ارهاب سيناء، الارهاب في بعض مناطق سيناء. عشان كده بقول يا فندم، عشان كده بقول انا بطالب ان التناول الرسمي على المستوى السياسي لهذه القضيه، وخاصة ان المسائل تكاد تكون خلصت قضائيا، يعني ما عادش في اسرار او اشياء مسكوت عنها، لكن احب اكد لحضرتك ان هناك في الادراج وداخل الاجهزه معلومات اكتر بكتير ما طلعتش لسه مما تحتوي هذه الاوراق. انا اشير لحاجه بسيطه مستند معايا، احنا برضو في اشاره للضغوط الشديده على المحكمه وعلى فريق الدفاع وعلى اللجنه الشعبيه اللي تاسست في اسماعيليه لحمايه او لدعم استقلال القضاء، احنا احد طلباتنا كانت غير طلب الشهود والكلام ده، طلبنا من المحكمه انها تعطينا تصريح للاستعلام من وزاره الداخليه عما اذا كان المواطن، كنا نتعامل هكذا امام المحكمه، المواطن محمد مرسي عيسى العياط الذي يشغل الان في لحظه المرافعه منصب رئيس الجمهوريه، هل كان احد نزلاء سجن وادي النطرون ولا لا؟ تخيل رد وزاره الداخليه وقتها كان ايه؟ ايه؟ بالاستعلام، ادي جوابها وزاره الداخليه اداره الشؤون القانونيه ردا على كلامنا، كانش موجود. شوف حضرتك بيقولوا ما كانش موجود، ما كانش موجود. يا ريت يا ريت ده هو طلع بنفسه قال انه كان موجود، يا ريت معترف بالزيني ده، يعني كانت في حاجات تتظبط ولا ايه؟ نفيد بعد الدفاع يعني لسه في متهمين تانيين طبعا في حتت تانية، ده اللي انا بتكلم عليه. ده موجودين شوف يا فندم التطهير يفيد بان الجهات المعنيه قد بذلت جهدا مضنيا في انفاذ متطلبات التصريح الصادر من المحكمه وفي اطار الاحترام الواجب لها. تمام، مفهوم الجواب بس عشان انه لم يستدل على ثمه مستندات او اوراق ثبوتيه تتعلق بواقعة حبس محمد مرسي. يا عيني يا عيني بيتكلموا طبعا يعني. طب بقيه الناس يا جماعه، يعني طبعا احنا بنثق في انه الداخليه في حصل فيها اجراءات تطهير على مدى كبير، انتوا شفتوا ناس وقيادات مشيت وناس اتشالت من اماكنها،
لكن واضح انه كان في لعب وقتها طبعاً. كبير يعني، عشان تعرفوا ان هم لو كانوا استمروا شويه كانوا سيطروا على ايه يعني، كنا كلنا ضعنا. في دقيقه هتقولي لي لا في دقيقه هتبقى صعبه قوي ازاي يعني من اي من اللي اوحى لكم في الاسماعيليه انكم تعملوا جبهه لحمايه المستشار خالد المحمود؟ كانت فكره فريق الدفاع الحقيقه، فريق الدفاع في القضيه نفسها يعني كنا احنا كنا اصلا كنا كقيادات ثوره في الشارع كنا بنحضر الجلسات تطوعا مننا قبل موضوع اللجنه الشعبيه ده خالص. فكرنا في موضوع اللجنه الشعبيه ان احنا بدانا نحضر الجلسات، بداوا المحامين نفسهم بتوع الاخوان او فريق الدفاع بتاع الاخوان يعمل مناوشات مش طبيعيه معانا في المحكمه، من منعنا من دخول الجلسات، من قانون الرد القاضي مرتين، وكل مرة بيخسروا الرد القاضي وبيدفعوا فلوس، من منع الناس نفسها دخول الجلسات، من التشويش على فريق الدفاع الفريق الدفاع بتاع القضية، من حاجات كتير جدا كانوا بيعملوها. فاحنا فكرنا في عمل لجنة بقى لمساندة القضية كلها من الأول للآخر. عايزة بس أشير لنقطة إنه فعلا في لسه في ناس طلعت من الداخلية وما اتحاسبتش، يعني في ناس مشيت وما اتحاسبتش على اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية. من ضمن يجب هذه المحاسبة طبعا يجب محاسبتهم، بدليل برضو عايزة أكمل على كلام الأستاذ ياسر إنه استشهاد اللواء البطران وده لغايه دلوقتي ما احناش عارفين ما تحققش بالشكل الكامل، ما احنا مش عارفين مين اللي قتله ومين اللي عمل فيه كده. شكرا والله بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد القادر هاشم، شكرا استاذه حكمه علي، شكرا استاذ ياسر سيد احمد. تفاصيل كثيره ولا يزال هذا الفريق اللي اشتغل بوازع وطني وبرغبه شخصيه وبتفاصيل بنيت على قضيه ثانيه، واتشكلت لجان شعبية، اتشكل القضاء بحماسهم وبرغبتهم في الدفاع عن بلدهم، قدروا ان هم يعملوا واحدة من اهم القضايا اللي كشفت تفاصيل واسرار كتير عن ليلة 28 يناير 2011، ولسه في حاجات مستخبية، ياريت اللي مخبيها يطلعها، ياريت اللي مخبيها يطلعها. نعرف مين كان معانا ومين كان ضدنا، مين كان بيهتف بجد ومن قلبه عشان خاطر البلد، ومين كان بيزور وقائع واحداث عشان خاطر يكسر قلب البلد. يا ريت. نشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على خير.